مزيد بقى من التفاصيل يا حضرات، احنا معانا على التليفون دكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور محمود صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل استاذ كريم ونهاوند، اهلا بيكم وكل حضرتك. أهلاً. طبعا عايزين بقى نعرف من حضرتك يا ترى الاسبوع ده مبدئيا هنمشي معاك اسبوع باسبوع، يعني هل من المتوقع تكون في اي موجات حاره؟ منخفض الهند اللي كان مروقنا الفتره اللي فاتت معانا ان شاء الله مكمل الاسبوع ده ولا ايه الوضع؟ لا الحمد لله، يعني شفنا يوم الجمعة اللي فاتت ارتفاعات درجات الحرارة اللي وصلت في الظل على القاهرة 37 درجة، وطبعا استشعرنا بتحسن امبارح يوم السبت. التحسن ده بالفعل تجريت فيه الحرارة في القاهرة 33 درجة بانخفاض حوالي 4 درجات عن يوم الجمعة، لكن طبعا في نسب رطوبة بترتفع كده تدريجيا بنبدأ نحس بيها لما الرياح تهدى شوية خلال فترات النهار. إنما بالليل لما بيكون في نشاط للرياح بنحس طبعا الأجواء معتدلة في فترات الليل. صحيح. الجو اللي احنا شفناه امبارح هيكون إن شاء الله مشابه ليه بشكل كبير النهاردة وحتى نهاية الأسبوع إن شاء الله. فبطمن السادة المواطنين والطلبة أولادنا الثانوية العامة طبعا بدأوا امتحانات الأساسية النهاردة. الأجواء إلى حد كبير مفيش موجات شديدة الحرارة خلال هذا الأسبوع. الطقس بيكون حار خلال فترات النهار سواء على القاهرة أو محافظات الوجه البحري، مناطق من سواحلنا الشمالية الشرقية، لكن طبعا السواحل الغربية ما زالت الأجواء ممتعة جدا هناك طبعا. درجة حرارة من 29 ل 31 درجة، يعني أجواء. بس هل الوضع ده هيستمر شوية؟ حضرتك عارف طبعا كل سنة وأنت طيب، العيد خلاص قرب وأكيد ناس كتير جدا بتسافر يعني أماكن مختلفة في الاجازه دي، فهل من المتوقع ان فتره العيد ان شاء الله هيبقى الجو برضو لطيف ولا متوقع تكون في اي موجات حاره؟ طيب طبعا لسه يعني الاجواء هنقول ما فيش موجات شديده الحراره لسه، لكن طبعا نسب الرطوبه بتزيد شويه معانا في شهر 7. طبعا شهر 7 وشهر 8 هم علز ارتفاعات نسب الرطوبه اللي بتتجاوز فيها الرطوبه 85%، فطبعا مهما شفنا انخفاض في درجه الحراره او اعتدال، لكن ارتفاع نسب الرطوبه هو اللي بيزود دايما. صحيح. شفنا بارتفاع درجه الحراره، احنا يهمنا جدا الفتره اللي جايه في النشرات الجويه نراقب حاجتين اثنين. نشاط الرياح لان ده عامل مؤثر بشكل كبير جدا على احساسنا بالرطوبه، لان نشاط الرياح هيبقى عامل هيقوم بمقام المروحه بالظبط اللي واقف قدام مروحه. فنشاط الرياح بيشتت شويه من الرطوبه فبيقلل احساسنا بارتفاع درجه الحراره. خصوصا بالليل. الحاجة الثانية نسبة الرطوبة هل بترتفع ولا ثابتة؟ يعني حتى الآن نسبة الرطوبة لا تتجاوز ال 80% على القاهرة، إنما في شهر 7 وفي شهر 8 لما بترتفع نسبة الرطوبة بتتجاوز ال 95%. فالحمد لله برضو الأجواء ما زالت مستقرة، وبداية شهر 7 مع بداية إن شاء الله العيد بإذن الله كل عام وحضراتكم بخير، هيكون لسه طبعا ما دخلناش في عز بقى بتاع اغسطس بقى بتاع النص الثاني من شهر عيد ميلادي ده الجميل اللي انا مش عارفه انا المفروض والله ما كنتش اتولد في الصيف، في حاجه غلط. عارف يعني المفروض يعني مواليد الصيف يكونوا يعني محبين. انا بحب شهر 12 النيو ييرز اللي عارف التلج، سبحان الله. ما علينا، يعني احنا نطمن من حضرتك ان الفترة اللي جاية هتشهد ارتفاع، ولكن الموضوع متوقف على نشاط الرياح ونسب الرطوبة اللي نتمنى ان هي تكون في الوضع المعتدل عشان برضو الناس يعني كويس. كده كده احنا بنتابع مع حضرتك برضو نهاية الأسبوع وأول الأسبوع، فأكيد هيكون لينا لقاء آخر مع حضرتك يوم الأربعاء يعني، وخير إن شاء الله. نشكرك يا فندم على وجودك معانا، شكرا. نورتنا.